أعزاء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن رح ناخذ موضوع الستريم فلو اللي هو الجريان في المجاري المائية. نقدر نعرف المجرى المائي الستريم بأنه عبارة عن قناة للجريان يتم من خلالها تصريف المياه الجريان السطحي لحوض التجميع أو لمنطقة معينة. طبعا بالنسبة لنا كمهندسين نعتبر الجريان المجاري المائية كمتغير معتمد، اللي همنا به هو أنه نحسب مقدار الجريان أو التغير بالجريان الحاصل في المجاري المائية نتيجة للفعاليات المختلفة اللي ممكن أن نقوم بها لاستخدام هذه المجاري المائية. فإذا الشيء المهم اللي هو rates of flow، أو نقدر نقول نسميه الفلو ريت، أو نسميه الديسشارج. الديسشارج هو التصريف اللي ممكن نعرفه بأنه عبارة عن الحجم المار خلال وحدة الزمن. إذا الكيو اللي هو الرمز للتصريف الديسشارج، كابيتال كيو هو فوليوم على تايم. الفوليوم ممكن يكون متر مكعب على ثانية بالنسبة للزمن. إذا الدايمنشن مالته هو التكعيب على تي، وكاختصار يرمزوله بالرمز كيوميك أي كيوبيك متر بير سكند. الكيوميك مختصر لمتر مكعب بالثانية. ممكن أيضا أنه نحسب التصريف من خلال معادلة في في أي، حيث أن في هي سرعة الجريان velocity بوحدات طول إلى زمن، مضروب في الأي هي الكروس سكشن أريا اللي تمثل مساحة المقطع، مساحة المقطع بأبعاد التربيع، فأيضا الناتج حيكون التكعيب على تي. طبعا عملية حساب التصريف هي عملية صعبة ومكلفة، ويعني من الأفضل أو الأسهل بالنسبة لنا بصورة مبسطة أنه نسجل بصورة مستمرة إشقد منسوب المياه الموجودة في المجرى المائي، ومن خلاله نقدر إشقد التصريف. وممكن أنه تكون العلاقة ما بين التصريف والمنسوب هي Q is a function of S. Q is a function of S، وقلنا الـ Q هو التصريف والـ S هو الـ stage أو المنسوب. فراح ممكن نسوي هاي العلاقة على شكل منحني. هذا المنحني نسميه الـ flow rating curve، أو اختصارا نسميه الـ rating curve، معدل الجريان، منحني معدل الجريان أو منحني الجريان. هو عبارة عن مخطط مثل ما تشوفون أمامكم، العلاقة ما بين التصريف والمنسوب. منسوب نقصد بيش قد منسوب الماء في المجرى المائي. هذه العلاقة اللي موجودة الريتنج كيرف راح نستخدمها لحساب التصريف بصورة سهولة. إذا عندنا عملية حساب المنسوب هي عملية مهمة. فحتى نحسب المنسوب نأخذ فشيء يسموه ريفر ستيج. ريفر ستيج أو منسوب النهر. منسوب النهر هو عبارة عن فد شقد الارتفاع فوق فد خط إسناد احنا نختار اختياري اللي نسميه خط الزيرو أو الصفر. شقد راح يكون ارتفاع سطح الماء فوق هذا المنسوب، هو راح يمثل لنا الريفر ستيج. حتى نقيس هذا الريفر ستيج او الليفل المنسوب، اسهل طريقه بالنسبه لنا انه نستخدم ما اعرف باسم الستاف جيج. الستاف جيج هي مسطرة القياس، عباره عن مسطرة جزء من عدها عادة يكون مغمور بالماء وجزء آخر خارج الماء.
نقدر من خلالها نحسب شقد منسوب الماء من خلال قراءة أشقد الداد تدريجي اللي يوصل إلها سطح الماء. مثل ما تشوفون هذه أشكال مختلفة للستاف جيج. حقيقة الستاف جيج ممكن تكون بأنواع مختلفة. هنا عندنا السمبل فيرتيكال ستاف جيج، هي عبارة هاي المسطرة اللي قلنا عليها نفس المسطرة المستخدمة بالمساحة، تكون عادة مثبتة على قاع المجرى المائي ومسندة إلى دعامات الجسور أو أي منشأ آخر موجود في المجرى المائي. راح نأخذ مباشرة منسوب الماء نقرأ جد على التدريج الموجودة على هذه المسطرة. بعض الأحيان تشوفون هاي المسطرة عبارة عن رسم بالألوان مرسومة رسم على الجدار أو على دعامات الجسور أو العبارات اللي موجودة في المجرى المائي. وعادة طبعا هذه نستخدمها في المجاري المائية الصغيرة، الأنهار الصغيرة أو المجاري المائية الصغيرة، هاي نسميها Simple Vertical Staff Gauge. عندنا النوع الثاني اللي هو الانكلايند ستاف جيج، اللي هي يعني المسطرة المائلة. المسطرة المائلة عادة نستخدمها بالقنوات المبطنة اللي يكون المقطع مالتها غالبا على شكل ترابيزويدال. هذا الترابيزويدال او شبه المنحرف يكون عندنا جناب مادة مائلة بزاوية معينة، فممكن انه نثبت المسطرة عليه على هذا الجانب المائل، او حتى اذا كانت يعني مرسومة رسم مثل ما قلنا باستخدام اصباغ غير قابلة للدوامان بالماء، راح مباشرة نقدر نطلع شقد منسوب الماء من خلال قراءة هاي التدريجة اللي موجودة ال L. فهنا هيكون ال H يساوي L sin theta، طبعا زائد البنش مارك اللي هي يعني نقطة الإسناد اللي احنا ماخذين او محددين شقد الارتفاع مالتها حتى نطلع شقد المنسوب. عندنا السكشن ستاف جيج، هي تستخدم في الأنهار الكبيرة العميقة. هنا يعني المسطرة عادة ما تتجاوز 3 متر، فمن يكون عندي عمق المجرى المائي أكثر من هذا العمق ممكن أنه أستخدم أكثر من مسطرة مثل ما تشوفون بالمخطط اللي أمامكم. فأحط المسطرة الأولى بالقاع ويا انحدار الجوانب النهر أقدر ويا القمة مال المسطرة الأولى أثبت المسطرة الثانية، ويا القمة مالتها أثبت المسطرة الثالثة، وبذلك أقدر أخذ منسوب النهر مع ارتفاع وانخفاض المنسوب. فمن ينزل أقدر أقرأ عن المسطرة الأولى، يصعد يعبر المسطرة الأولى يكمل على الثانية، ويصعد أكثر أقدر أكمل على الثالثة. طبعا هنا قلنا هذه نستخدم عادة السكشن ستاف جيج في الانهار الواسعة والكبيرة. عندنا السسبندد ويت، السسبندد ويت اللي هو نسميه الثقل المعلق. هنا مثل ما تشوفون هذا الجهاز قدامكم موجود بيه فالثقل مربوط بخيط على بكرة، وهاي البكرة بها تدريجات. هذا عادة يثبت على سطح إذا أكو عندي فد جسر موجود على المجرى المائي أو فد عبارة أو أي شيء آخر، أثبتها بالأعلى ويحنزل الثقل إلى أن يوصل إلى منسوب الماء. راح أقدر أقرأ على التدريجة شقد مقدار ارتفاع سطح الماء أو الفرق ما بين سطح الماء وسطح الجسر. واحنا عادة سطح الجسر عندنا معلوم، نطرح من عنده سطح المقدار هاي المسافة حيطلع لنا شقد ارتفاع سطح الماء. الريكوردينج جيج طبعا دنيشة كلها هي اجهزة يدوية ممكن انه نستخدمها للقراءة ونثبت القراءة. عندنا الريكوردينج جيج اللي هي اجهزة القياس اللي هي تسجل القراءة بنفسها. يعني حتى نتغلب على عملية صعوبة القراءة أو أنه نحتاج نروح كل وقت ناخذ إشقد القراءة، ممكن نستخدم
هذا الجهاز المبين امامكم اللي هو يسموه الفلوتينج ريكوردينج جيج او فلوت تايب ووتر ستيج ريكورد. طبعا هذا مثل ما تشوفون هنا موجود ادي بمكان الثقل اكو في الطوافه مربوطه على هاي البكره، وهاي البكره مربوط عليها فت بن قلم او مؤشر، مربوط ايضا على روله، هاي الروله موجود عليها ورق بياني، وهاي الروله تفتر وفق فد نظام توقيت محدد، يعني ممكن انه مال 12 ساعة او مال 24 ساعة او شهر حسب ما ممكن انه جهاز التوقيت الموجود بها. نهاية الطوافة راح ننزلها على سطح المي، وتبدي هذه ويا ارتفاع وانخفاض منسوب الماء، راح تصعد وتنزل، والصعدة والنزلة مالتها تحرك المؤشر، وهذا المؤشر ويا الدوران مال السلندر الموجود هنا والورقة يحيرسم تغير المنسوب مع الزمن، مثل ما تشوفون قدامكم بهاي الورقة اللي استخدمت في الريكوردينج جيج. فهنا مع الزمن وهنا 24 ساعة مع اليوم كامل شوف تغير منسوب الماء مع الزمن. إذا هذا هو الريكوردينج جيج. طبعا هاي الريكوردينج جيج حتى ما يظل يصعد وينزل بسبب اي تغير يصير بالمي، غالبا منسوب الماء ممكن انه بسبب الرياح انه يتغير منسوبه، او مثلا مرور فد يعني بلم او اي سبب اخر. هنا عادة يسوون فد شيء يسموه بئر التسكين، هذا اللي تشوفوه قدامكم، هذا بئر التسكين عادة مجاور للنهر وتكون به فتحات على منسوب النهر مختلفة، موجود به هنا يحصل منسوب المي مشابه إلى منسوب النهر، بس أي تغير يصير هنا بالسطح اللي هو التغير مو الثابت، التغير الفجائي بأي سبب عارض يعني يصير هنا على سطح المي، ما راح يتأثر كثيرا هنا المنسوب. يبقى الطوافة مستقرة فقط لتقيس الارتفاع الحقيقي اللي موجود، ايضا ممكن نثبت بحوض بئر التسكين هنا اللي نسميه الستيلنج ويل، ممكن نثبت ايضا ستاب جيج نقرأ عليها قراءة يدوية او قراءة مؤقتة حتى نقارن ويها ما موجود عندنا بجهاز الريكوردينج اللي استخدمناه سابقا. عندنا نوع يسموه الكريست ستيج جيج، طبعا هذا ممكن انه نستخدمه حتى نقيس اقصى او ماكسيمم اعلى منسوب ممكن ان يوصل سطح الماء خلال عملية جريان اللي تصير خلال فترة محددة.